واحدة من أكبر المشاكل عند المصورين هي صعوبة تحديد درجة الإضاءة في الصورة وصعوبة التعامل مع وحداتها، مثل هاي الإضاءة سطوحها 1000 شمعة أو هذا الضوء قوته 1000 واط والآخرين. بس المشكلة مش هون، المشكلة بتكون لو بدي أحكي للمصور إنه قلل هاي الإضاءة أو زيدها، كيف أحكي له إياها؟ أحكي له قلل إضاءة المشهد 1000 واط مثلاً ولا 500 شمعة؟ هاي الطريقة غير دقيقة وغير احترافية. راح أشارك معكم الحل الصحيح، لكن نصيحة مني، إذا بتكره الرياضيات والفيزياء لا تكمل الفيديو لأنه راح تتعب كثير. الفكرة كالآتي، هون المشهد كثير إضاءته زيادة، لو طلب منك تقلل الضوء في هذا المشهد أسهل طريقة وأدق طريقة أحكي لك أنه قلله للنص. كيف؟ بجيب لوح أسود حرفياً بعمل بلوك لنص الشباك، فهيك قلت إضاءة المشهد ككل للنص. طب لو خبرتك بدي كمان تنزلها للنص، بجيب كمان كرتونة سوداء وبسكر نص الشباك اللي ظل، وهكذا. شايفين كمية الإضاءة اللي نزلت في المشهد للنص؟ هون بنعتبرها نزلت درجة ضوئية، أو بالإنجليزي بنطلق عليها مصطلح لايت ستوب. فاللايت ستوب هو عبارة عن تقليل إضاءة المشهد للنص. طب يا ليو، إذا بدنا نزيد الإضاءة، الفكرة هون إنه إحنا بدنا نعمل العكس ونطلع درجة أو ستوب. كيف نطلع درجة أو ستوب؟ نتخيل الدرج كالآتي، إحنا مصدر إضاءة شدة إضاءته 1000 شمعة. حكينا لو بدنا ننزل درجة أو ستوب معناته بنقلله للنص، يعني ل 500 شمعة، والستوب اللي تحته 250 شمعة وهلم جر. طب لو بدنا نطلع الدرج ونرفع الإضاءة ستوب، بسيطة، بنزيد الإضاءة الضعف، بنخليها 2000 شمعة، والستوب اللي بعدها 4000 شمعة، وهكذا. وهون تظهر قوة نظام الستوبات، إنه بغض النظر عن وحدة القياس، الستوب عبارة عن النص أو الضعف. فلو كان الضوء 1000 واط مثلا، الستوب الأقل يعني 500 واط، والستوب الأعلى 2000 واط، وهكذا. وهذا هو النظام الموجود على رؤوس الإضاءة الاحترافية أو الفلاشات. فمثلا فلاش الكانون مكتوب عليه 1:1، يعني أقوى إضاءة فول باور، اللي بعده 1:2، يعني النص أو ستوب أقل، واللي بعده الربع والثمن 1:16، وهكذا. وما بنطلع عن 1:1، يعني حتى هذا النظام مستخدموه برؤوس الإضاءة الاستروبات للتحكم بشدة الإضاءة. نكمل على إشي ثاني ممكن نستخدم فيه نظام الاستروبات، ألا وهو إعدادات الكاميرا مثل الشتر والفتحة والآيزو. فمثلا لو عنا الشتر مدته ثانية وبدنا نطلع درجة أو نرفع الإضاءة ستوب، بنخلي الشتر ثانيتين فبدخل إضاءة دبل، وإذا كمان بدنا نرفع ستوب بنخليه 4 ثواني و8 ثواني، وهكذا. أما إذا بدنا ننزل ستوب بنخليه نص ثانية، لأنه النص ثانية بتدخل إضاءة أقل من الثانية، والستوب اللي بعدها 1/4 ثانية، وهكذا. ونفس الإشي بالنسبة للآيزو، لكن الآيزو ببلش من 100 وبطلع، فالستوب اللي بعد 100 200، واللي بعدها 400 800 1600، وهكذا. نيجي هسه لفتحة العدسة، الموضوع هون شوي مختلف، روح اسلخ لك وجبة ريبل وارجع لي حتى تصحصح معي. فتحة العدسة مختلفة عن الشتر والآيزو لأنها بتتعامل مع مساحة الدائرة وكيف تتغير لتزيد الإضاءة. أعطيك ملخصة، لنعتبر الفتحة عندنا هون F8 أو خليناها F4، يعني الرقم صار النص. هون الإضاءة بتزيد ستوبين مش ستوب واحد، ولو نزل الرقم لـ2 هيك رفعنا الإضاءة ستوبين. فمشكلتنا في فتحة العدسة إنه شدة الإضاءة علاقتها عكسية مع رقم الفتحة، وغير هيك بتمشي مع الدبل للستوبات. طب يا ليو، لو بدنا نمشي ستوب واحد في فتحة العدسة، احفظها كالآتي زي ما أنا حفظتها. ابدأ الفتحة من رقم 2 واكتب مضاعفاتها اللي هي 4 8 16، والستوب الأقل من 2 اللي هي 1.4، وارجع ضاعفها وعب الفراغات، فبتصفي 1.4 2.5 5.6 11 22، وهكذا. فهيك بتعرف الستوب اللي بعد فتحة 4 اللي هي 5.6، واللي بعده اللي هي فتحة 8، وهكذا. مع الخبرة طبعا رح تحفظه ما تقلق. فهي هي أسهل طريقة، وهي الطريقة اللي أنا استخدمتها شخصي حتى أحفظ فتحة العدسة والستوبات كيف بتنط بينها. طب يا ليو، ليش الإضاءة عكسية مع رقم الفتحة؟ يعني كل ما زاد رقم الفتحة الإضاءة بتقل ولا بتزيد؟ خلينا أشبه لك إياها كالآتي. فتحة العدسة زي هيك حرفيا، هي عبارة عن دائرة أو شفرات انت بتسكرهم جوا العدسة او بتوسعهم، لانه هي عملية رياضية بديش اعقدك فيها، انه الفتحة الواسعة بيكون رقمها صغير. فهي مثلا، هاي مش عبارة عن فتحة عدسة بس، مثلا هاي فتحة 1.4، كل ما صغرتها الرقم بيزيد. فهاي مثلا فتحة 32 اللي هي بنسميها بين هول، راس الدبوس. هاي هي الفكرة بين الفتحة وكمية الاضاءة، انت كل ما زدت الرقم الدائرة بتصغر، الشفرات بتسكر على بعضها أكثر، والإضاءة بتقل. هاي هي فكرتها. غير إعدادات الكاميرا عندنا فلاتر الـ ND كمان بتشتغل بنظام الستوبات، لكن وحدة قياسها شوي غريبة، وبتبدأ من تعتيم 0.3، الستوب اللي بعده بيكون 0.6، بعدين 0.9، بعدين 1.2، 1.5، عبين ما تعتب بالكامل. وحدة قياسها شوي غريبة ورح تكون مختلفة عليكم. مؤخرا بطلوا يستخدموا نظام 0.3 أو 0.6 لأنه هي بتتبع algorithms معينة، صاروا يرمزوا لها بنقاط، يعني هذا الاندي فلتر عليه مجموعة نقاط، انت بتعرف انه بين النقطة الأولى والثانية في ستوب واحد فرق إضاءة، فانت بتركز عليها
وبتلفها، بدك ستوبين، ثلاث ستوبات، أربع ستوبات، وهكذا. كمان شغلة بنقدر نستخدم فيها نظام الستوبات هي المسافة بين مصدر الإضاءة والموديل أو المنتج. فنعطي مثال ما راح يكون دقيق بس بهدف الشرح، نعتبر إنه هذا الضوء بعيد عن الكاميرا متر، فكمية الإضاءة اللي واصلة للكاميرا تقريبا 1000 شمعة. إذا بعدناه مترين، يعني ضاعفنا المسافة خليناها مترين، كمية الإضاءة اللي واصلة للكاميرا راح تصير 250 شمعة، يعني قلت للربع، أو بنظام الستوبات قلت ستوبين. وإذا بعدناه لحد 4 متر فيك بتقل الإضاءة كمان ستوبين. إحنا ما رح نوصل لحد 4 متر، يعني أنت كبيرك تبعده بس متر أو مترين، أو المسافة ضعف مرة أو مرتين. فإحنا اللي بهمنا على أرض الواقع صراحة إنه هاي الإضاءة بغض النظر عن مسافتها، اللي نعتبر متر هاي بوصل منها 100% من قوتها، 1000 شمعة مثلا أو 1000 واط. إذا بعدناها مترين صارت بعيد مترين عن الكاميرا، فهي قلت الإضاءة ستوبين، صار واصلها 250 شمعة. هذا الأكثر إشي أنت بهمك. يمكن إذا بعدتها 3 متر هون بتقل ستوب، بين المترين والأربعة متر في 3 متر هون بتقول ستوب، بس نادرا ما تصير هاي الحالة. يعني آخر شيء، إحنا كمصورين بنستخدم وبتبع نظام الستوبات أو بستخدم نظام الستوبات، ألا هو برنامج أدوبي فوتوشوب. أنت لما تروح على أدوبي فوتوشوب وترفع الإكسبوجر +1 أو +2 أو +3، هيك أنت بتعطيه أمر إنه يزيد إضاءة المشهد ستوب 1 أو ستوبين أو 3، أو حتى ينقصهم -1 و-2 و-3 ولحد -5 لحد ما تعتم الصورة بالكامل. فهذا كمان الإشي بيفيدنا ببرنامج الفوتوشوب، إنه أنت تعرف تميز كم هاي +1 قديه بتفرق معك على الإضاءة. يعني إذا رحت على الكاميرا رو فلتر ورفعت الإكسبوجر +1، زي كأني أنا دوبلت الآيزو على الكاميرا مثلا. عرفت ليش هسه نظام الستوبات خرافي لازم كل مصور يعرفه؟ لأنه بيجمع لك هاي الأشياء كلها تحت أداة واحدة، ألا وهو نظام الستوبات. يا بتقلل الإضاءة للنص يا بترفعها الضعف، وهيك بتعرف تمشي صح. إذا اضطريت تقلل آيزو على كاميرا ممكن تعوضها بالشتر، أو ممكن تعوضها على الفوتوشوب بعدين، أو تحط فلاتر ND على الكاميرات وهكذا. يليو الله يسامحك، وجعت راسنا وكرهتنا بأم رياضيات مرة ثانية. هو فكرك حبيبي، أنا ببساطة وسهولة حفظت هذا الكلام. مع التطبيق اليومي والمشاكل اللي بواجهها مخي تعود على هاي الأرقام. أو في قدامك حل، تشتري جهاز بسموه اللايت ميتر، وهذا بتشوفه في التصوير الاحترافي أو حتى في الأفلام. هذا الجهاز بقيس كمية الإضاءة اللي موجودة بالمشهد وبعطيك الإعدادات الصحيحة والدقيقة للكاميرا حتى تطلع الإضاءة ممتازة. فمثلا على المشهد اللي عم بصور فيه هون، لأني بصور فيديو، أعطيته إنه الشتر 1/50 والفتحة 5.6 مثلا، بناء عليه بيعطيني كم الآيزو بالضبط. لنعتبر قررت أغير الفتحة لبعدين، بدي أخلي الخلفية مبينة أكثر مثلا، دا صور على فتحة 8، لحاله هو بيحسب قدي لازم أعدل الآيزو بدون ما أدخل أنا بمتاهة الرياضيات هاي والحسبة وأطلع وأنزل وستوبات والآخره. فهو جهاز أوتوماتيكي بيحسب لي هاي الإعدادات لحالها. راح أعمل حلقة أنا كاملة عنه بعدين، عن اللايت ميتر واستخداماته بس ألاقيه، لكن بكفي لليوم نعرف إنه في آلة حاسبة للإضاءة بس بتصورك من قصص رياضيات هاي، وتقريبا تكلفتها بتوصل من $300 ل$600. إذا وصلت لهون من غير ما تطلع من الفيديو يعطيك ألف عافية حبيبي، مبروك، لازم تحتفل، لازم زكفة. عارف وجع الراس اللي صار، لكن اجا وقت نحكي عن التطبيق العملي، كيف ممكن نستخدم هذا الحكي في حياتنا الواقعية؟ في أكثر من مثال، منهم إذا احتجت تبدل العدسة لنفس المشهد، نعتبر عنا هذا المشهد كنت بصوره على عدسة 50 ملي وعلى فتحة 2 والحياة حلوة، واضطريت أبدلها بعدسة الـ 24-105 RF، لكن أوسع فتحة عليها هي F4، فشو الحل حتى أحصل على نفس الإضاءة؟ لأني بصور فيديو صعب ألعب بالشتر، ما في خيار قدامي غير إني أعوض النقص الإضاءة بالآيزو. لانه نزلت الاضاءه ستوبين من فتحه 2 لF4، فهيك بروح على الايزو برفعه مثلا من ايزو 100 برفعه ستوبين لايزو 200 400، فهيك بحصل على نفس اضاءه المشهد بالضبط. شايفين محلاها هاي الحسبه؟ هسه ناخذ مثال ثاني، نعتبر انه احنا كنا بنصور مشهد على عدد فريمات طبيعي لليوتيوب اللي هو 30 فريم في الثانيه والإضاءة ممتازة، لكن في مشهد قررنا نصوره سلو موشن على 120 فريم، بناء عليه راح نضطر نغير الشتر، وفي تصوير الفيديو الشتر هو ضعف عدد الفريمات، فكان 1/60 وبده يصير 1/240، فهيك قلت الإضاءة 3 ستوبات. ممكن نلجأ للفتحة ونوسعها، لكن هون الفتحة 8 ومعنا المجال نوسعها ستوبين بس لـ F4، والناقص بنروح بنعوضه عن طريق الآيزو، فإذا كان الآيزو 200 هيك بنرفعه لـ 400، فهيك عوضنا ستوبين من الفتحة وستوب 1 من الآيزو حتى نطلع بنفس الإضاءة اللي كانت موجودة على المشهد القديم. ناخذ مثال أخير، بدنا نصور الموديل لكن السوفت بوكس طالع بالإطار بالمشهد، رح نضطر نطلع السوفت بوكس عن طريق إبعاده عن الموديل تقريبا متر، هيك رح تقل الإضاءة ستوبين زي ما حكينا، لأنه السوفت بوكس كان بعيد عنه متر، بعدنا لمترين هيك الإضاءة قلت ستوبين. فشو الحل؟
يا منروح منعوض بالايزو او بفتحة العدسة. بعرف الموضوع صعب وارقام ورياضيات الى اخره، ويمكن انت مش من الاشخاص اللي بحب الرياضيات، فنصيحتي انه انت ترجع تعيد الفيديو او تختصر حالك وتشتري لايت ميتر وخلص تخلص الموضوع. بكل الاحوال حبايبي، هذا الفيديو مهم جدا للمصورين المبتدئين والمحترفين. في حال انت كنت بدك تتعامل مع اكثر من كاميرا، بدك تتعامل مع فريق عمل، بدك تصور بلوكيشن معين بعدين ترجع تصور بمكان ثاني، او بدك تتعامل مع فريق مش موجود معاك بنفس المكان في بلد ثاني ممكن، وبدكم تحافظوا على نفس الاكسبوجر بنفس المشاهد. كل مره بقول اتمنى ما اكون طولت عليكم او ثقلت عليكم بالفيديو، لكن انا عارف انه هذا الفيديو ثقيل، كنت دائما اشرح بدوراتي بس وقفته، صعب ينهضم من اول مره. فنصيحتي لك تعيد الفيديو مرة ومرتين وتكتب الأشياء اللي سمعتها، هيك بتتعلمه أسرع، بصفي عليك بس التطبيق وكيف أنت ممكن تعدل على الكاميرا وإعداداته إلى آخره. إذا عندكم أي أسئلة أو استفسارات أو مصطلحات أو أشياء حابين نشرح عنها بالفيديوهات الجاي، تقدر تبعثوا لي على بروفايل الفيسبوك أو الانستغرام @leo.hamati. اتذكروا دائما أن كل شخص فيكم مبدع لكن بطريقته الخاصة. مع السلامة.